مرحبا بك عزيزي المشاهد، من فضلك اشترك بالقناة ليصلك كل جديد منا. الفتشية هو نمط من أنماط السلوك الجنسي المنحرف، ويسمى أحد أنماط الشذوذ الجنسي. ونجد أن نمط الشخصية الفتشية تستبدل الموضوع الجنسي الطبيعي بآخر غير طبيعي من أجل الحصول على الإثارة الجنسية، مثل التركيز على أعضاء في الجسم أو أشياء جامدة ليس لها علاقة بالأعضاء الجنسية وغير ملائمة للمتعة الجنسية السوية التي تحققها أشياء متعارف عليها، أي أنه خروج عن المألوف. هذا الانحراف يقع فيه الذكور في الغالب، ولا تقوم الشخصية الفتشية بالبوح به. الأشياء الجامدة التي تثير نمط الشخصية الفتشية جنسيا التالي: قد يستشعر الشخص بشكل لشيء أو بمادة مصنعة منه، كالأحذية ذات الكعب العالي والجوارب النسائية والعطور وأدوات الزينة والثياب الداخلية، أو عن طريق المادة المصنعة منها كالحرير والجلد والفرو وغيرها. أما أعضاء الجسم التي ليس لها علاقة بالأعضاء الجنسية فالرجلين والقدم والشعر، بل ويكتفي الشخص الشاذ جنسيا بلمسه أحد هذه الأعضاء عند المرأة بدون أن تشعر حتى لو كان أحد أطراف ثوبها، كما يكتفي باقتناء العطور النسائية والجوارب أو الملابس الداخلية في دولابه، حيث تعطيه الإشباع الكامل المماثل للعملية الجنسية بكل أبعادها. فكل ما يفعله فقط هو الاعتماد على الخيال الجنسي لتحقيق اللذة والإشباع لديه. قد يركع السبب في الربط بين الشيء وحدوث الاستثارة إلى حب الاستطلاع الذي يكون لدى الشخص في مرحلة المراهقة، وحب الاستطلاع هو غريزة فطرية توجد عند الإنسان منذ صغره. أو قد يرجع إلى الربط العشوائي بين الشيء وبين الشعور بالمتعة الجنسية، أي أنه قد يكون سلوكا غير مقصودا في بادئ الأمر ثم يتطور شيئا فشيئا. ومثالا لتوضيح ذلك أن هناك رجل قد يجد متعة تثيره جنسيا عندما يقوم بلمس نسيج الملابس الداخلية أو الجوارب النسائية. هذا اللمس الذي يشعره بالمتعة يحدث بشكل عشوائي غير مقصود أو متعمد منه، أي أن وجود موقف ما بعينه هو الذي يحفز لديه مثل هذا الشعور، ثم يتطور الأمر بعد ذلك بمرور الوقت، وبتكرار اللمس المتعمد تتحول المتعة إلى استثارة توصف على أنها جزء من النشاط الجنسي، ومن هنا يبدأ الربط المتعمد وليس ذلك غير المتعمد أو العشوائي كما كان يحدث في بادئ الأمر. لا يستطيع الشخص الذي يعاني من هذه الحالة أن يجزم متى بدأت الحالة عنده، لكنه من الممكن أن يكون قد تعرض لسلوكيات ترتبط بالاعتداء الجنسي عليه منذ صغره. وقد يكون من بين الأسباب والتي أيضا ترجع إلى فترة الطفولة هو أن الفرد تعرض للحرمان المعرفي لموضوع الجنس في المجتمع أو البيئة التي يعيش فيها، ووسيلة منه لتحقيق إشباعه يسعى إلى التصرف بسلوكيات لا تلقى قبولا اجتماعيا. وهناك سبب آخر يتصل بشخصية الفرد، وهو عدم ثقته بنفسه وبقدراته وخوفه من الرفض أو التعرض للإهانة، فيسعى إلى ما يحقق له الأمان النفسي وما يعوضه عن شعور النقص الذي يكمن بداخله. تبدأ أعراض هذا السلوك الجنسي الشاذ من خلال لمس الأشياء التي تثير الشخص جنسيا، ثم يتطور الأمر بحيث يقضي الإنسان وقتا طويلا في التفكير في مصدر استثارته. بمرور الوقت تزيد أهمية الشيء ويصبح هذا الاهتمام في ازدياد مضطرد، حتى تصبح أداة الاستثارة هذه هي الأساس في حدوث المتعة والإشباع الجنسي عنده. فأعراض الفتشية هي في إيجاز لمس ثم تفكير ثم اهتمام انتهاء بمتعة جنسية. التشخيص الشائع للسلوك الجنسي الشاذ بما فيه نمط الشخصية الفتشية يكون من خلال معرفة التعرف على تاريخ الشخص بشكل مفصل أو من خلال الملاحظة المباشرة له، وتشخص الحالة على أنها حالة فتشية إذا تم التعرف أو ملاحظة أن الإشباع الجنسي للشخص لا يتحقق إلا من خلال اقتنائه لشيء غريب يسبب له الاستثارة الجنسية، أو إذا لوحظ بوضوح على شخص أنه محبط لعدم قدرته على الحصول على شيء يحقق له الرضا الجنسي. لكن مع الوضع في الاعتبار أن وجود نقاش يدور حول الإعجاب بشيء حتى وإن بدأ إعجابا غريبا أو العثور على شيء يحقق الاستثارة الجنسية، لا يعني تشخيص الحالة على أنها فتشية. من أجل أن يكون العلاج فعالا لا بد وأن يستمر على المدى الطويل، وقد يشتمل على العلاج النفسي أو العلاج الإدراكي السلوكي أو العلاج الدوائي الذي يساهم في الحد من التفكير الذي يدفع الشخص في اتجاه الشذوذ الجنسي. ومن خلال الأبحاث الكثيرة على الرغم من عدم وصولها إلى نتيجة أكيدة نهائية، هناك إشارة إلى أن أنجح العلاجات لهذا الانحراف الجنسي هو الجمع بين العلاج الدوائي والعلاج الإدراكي السلوكي. ومن بين هذه الأدوية
التي لها فاعلية في علاج هذا الانحراف الجنسي، مضادات الأندروجين التي تعمل على خفض معدلات هرمون التستوستيرون بشكل مؤقت، وعليه تقل الرغبة الجنسية للرجل، وبالتالي الحد من تكرار الخيالات التي تدور داخل ذهنه فيما يتصل بالنشاط الجنسي. كما أن مضادات الاكتئاب تعمل على الحد من الرغبة الجنسية عند الشخص، لكنها لا تفيد في القضاء على الخيالات التي تداهمه بين الحين والآخر. ومن بين أنماط علاج الإدراكي السلوكي الذي يتبعه الأطباء علاج حالة الفتشية هو ربط خيالاته غير طبيعية منحرفة بمثير سلبي يعقب التفكير فيها، حيث يطلب من الشخص الاسترخاء واستدعاء الخيالات الجنسية، ثم تحويل تركيزه في هذه الخيالات عن طريق فعل سلبي، بأن يرش أخصائي العلاج النفسي رائحة كريهة في الهواء تعترض تسلسل خيالاته، والغرض من ذلك هو ربط الخيالات الشاذة بالرائحة الكريهة. ولكي يتجنب مثل هذه الرائحة عليه تجنب سلوك مرتبط بها. وهناك وسيلة أخرى يتبعها الأطباء النفسيون بخلاف ربط الخيالات الجنسية بمثير سلبي، وهي الإيقاف المتعمد للتفكير، حيث يطلب الطبيب من الشخص التفكير في خيالاته الجنسية، وسابق عليها يتم الاتفاق بينه وبين الطبيب على خيالات غير جنسية، وبمجرد استحضاره للخيالات الأولى يقول له الطبيب بصوت عال توقف، وعندها يقوم المريض بالتحول فورا إلى الخيالات غير جنسية التي تم الاتفاق مسبقا عليها مع الطبيب، ويتم تكرار هذه التجربة مرات عديدة في وجود أخصائي أو طبيب العلاج النفسي. اتفق غالبية الخبراء أنه بالتوجيه المبكر للطفل الذكر عن ماهية نوعه وما هي التصرفات الطبيعية التي ينبغي أن تصدر عنه في مختلف المواقف التي يتعرض لها، بالتأكيد ستساهم بقدر أو بآخر في وقايته من التحول إلى نمط الشخصية الفتشية الشاذة عندما يتعدى مرحلة البلوغ ويصبح شخصا ناضجا. وإذا كان هذا النمط الجنسي الشاذ قد يرتبط بشكل عشوائي بشيء أو موقف يحقق له الإشباع الجنسي، فليس بوسع أي متخصص التنبؤ بتحول نمط الشخصية إلى تلك الفتشية، فالابتعاد عن المألوف لكن في إطار الحدود الطبيعية بين كل من الذكر والأنثى فيما يتصل بتحقيق اللذة أو المتعة الجنسية هو ابتعاد مقبول، لكن في أنماط الشذوذ الجنسي هو ابتعاد غير مقبول. وهذا كل ما لدينا لنقدمه لكم في حلقة اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وانشر الفيديو مع أصدقائك. مع تحياتي، في أمان الله.